عشية كل مناسبة دينية أو وطنية تنتعش التجارة الموسمية، ويجد البعض فرصتهم لكسب قوتهم، كما هو الحال مع هذا الشاب الذي أخذ من حرفة شحذ السكاكين مهنة له عشية عيد الأضحى. نخدم ماسوندري، جيت لهنا هذا الموسم العيد، جيت بان الحي لماس نخدموا هذو 3 أيام هكذا، على حسب الظروف المشاكل كي عارفها هكذا، لكن نقص الخدمة نقص، جينا لهنا نسترزقوا والرزق ربي سبحانه، كل واحد ورزقه هكذا، كل واحد شرع عاطي له ربي في الرزق هذا، كل واحد كيفاه، ساعتها يفوت عليك ما يرهش عندك، يفوت الاخر يرهي عنده هكذا. كل حاجه بيد ربي سبحانه، ونخدموا خبزه حلاليه، هذه هي اللي جايين على جالهم، ونقول لهم صحة عيدكم هكذا، وتحيه لسيدي عيسى. في حين راح البعض الآخر يفكر في كسب لقمة عيشه عن طريق صنع شويات، خاصة وأن الإقبال عليها يكثر في هذه السويعات. مناسبة العيد يكون عندنا شوية وقت أنا وصاحبي نشرو شوية سلعة ونخدموا خدمة فيه إن شاء الله، الإنسان البسيط هذو عندهم وقت، نقولوا لافي تاع العيد نقولوا كيما اليوم العشية، كاين اللي يحب يشري، كاين اللي كوموند يعيطوا لي في التليفون يشوفوهم رانا دايرينهم في واد كنيس، يعيطوا لينا يجوا يشوفوا ندير معاهم موعد. الحاجه اللي متعلقه بالعيد الاضحى تسيبها هنايا، وناس تشري، الناس اللي تضحي اوتوماتيكمون يجي يشري حاجه باينه، كيما الباسينات هذوما كاع يشروه منا، علاش؟ باسكو كاع ناس بريمي جور النهار في الاضحيه يضحي يستعملوا الماء، يستعملوا بزاف امور. ما دام تذبذب المياه خلال العيد لا يزال قائما، فإن كل الأوعية البلاستيكية بأحجامها المختلفة تعرف رواجا واسعا هذه الأيام. برا يدير 65,000، هنا يدير 30,000، تما نشريها منشر برا خير ما نشريها في الحانوت، كان كيريها ويبيع فيها 65,000، وهذه 25,000، نشريها منا خير هكذا باش الإنسان يحجر الماء باش يستعملوا نهار العيد. اغتنام فرصة المناسبات والأعياد من طرف الشباب للبيع وكسب الرزق يعتبر طريقة بديلة للتجارة يحققون من خلالها بعض الأرباح.